بكم أعزائي المشاهدين في المناظرة اليومية. المحكمة الإسرائيلية حكمت بالسجن الفعلي لعشر سنوات على الشاب أدهم بشير من مدينة عكا بسبب إلقائه الحجارة على مواطن إسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت في أيار مايو العام الماضي. انتقادات عدة وجهت لجهاز القضائي بشأن التفرقة في الحكم بين عربي ويهودي، لا سيما وأن المحكمة كانت قد حكمت بالسجن 15 شهرا و12 شهرا على شابين يهوديين شاركا في عملية تنكيل واعتداء عنيف في مدينة باتيام جنوبي تل أبيب على مواطن عربي ومحاولة قتله لمجرد أنه عربي أثناء الأحداث ذاتها. إذن هل بالفعل يفرق الجهاز القضائي الإسرائيلي بالحكم بين مواطن عربي ويهودي؟ لنبدأ المناظرة. بضيفي ينضموا إلي من مدينة الناصر المحلل السياسي وديع عواودي. أهلا بك أستاذ وديع معنا. كما ينضم إلي من مدينة تل أبيب الباحث والمحلل السياسي دكتور إيدي كوهن. مرحبا بكم، ودعوني أن أبدأ معك دكتور إيدي. يعني دكتور إيدي، إذا كنا بحاجة للدليل على التمييز الرسمي والممنهج بحق العرب في إسرائيل، جاء هذا الحكم اعتداء شبيه ولكن الأحكام كما ذكرنا هي مختلفة، كيف تفسر هذه التفرقة؟ لا، هذه مغالطات، كلامك غير دقيق. العرب في إسرائيل معززين ومكرمين وينالون كل حقوقهم، والكلام هذا اللي عم اسمعه أنا يثير الاعتجاب. أنت حضرتك كمان ساكنة هنا في إسرائيل وتعرفين بأن إسرائيل دولة منصفة والجهاز القضائي، ولكن يا دكتور إيدي، يعني الجهاز القضائي هو من حكم على المواطن العربي 10 سنوات وعلى المواطن اليهودي 15 شهر. هذا لا، هذه رؤية سطحية للصورة. الصورة الكاملة هي كذلك. أول شيء في يعني كان في عشرات الحوادث في اللد، في عكا، في عشرات الحوادث فقط عرب زدتوا الحجارة في الجنوب ضد اليهود. في حادثة واحدة عم تتكلمي عنها في باتيام عندما اليهود ضربوا عربي، هذه حادثة واحدة من عشرات الحوادث. لكن اليوم في لم ينتهي الدور القضائي، هناك عشرات من الناس اليهود والبعض منهم سينالون 14 سنة مثل ما يعني شفت في صحيفة هارتس. هناك أحكام ستنزل ضد يهودي شارك في هذا الحادثة وهي 14 عام. انت حضرتك اخذتي نصف حقيقه وعم تعملي برنامج. يعني لا، ولكن دكتور إيدي، يعني لو سمحت، نحن نتحدث عن الاحكام التي صدرت حتى الان، لا نعلم ماذا يحدث في المستقبل بشان قضايا اخرى، ولكن حتى الان نتحدث عن حالات مشابهه وقعت في نفس الفتره في المواجهات التي اندلعت في المدن المختلطه في ايار مايو العام الماضي، وتم يعني جهاز القضائي قرر بالتفرقة. لا، بس في ما هو الضرر الذي عمله اليهودي؟ ما هو الضرر الذي عمله العربي؟ يجب رؤية الصورة الكاملة وليس فقط أخذ الحكم، وهيدي مش حجرة صغيرة زتها. الزلمة كان في السيارة وهذا العربي شو اسمه الإرهابي ضرب أحجار وأصاب هذا الشخص. يعني لازم تشوفي الأضرار التي نتجت، مش بس الصورة الكاملة أي يعني الحكم، يجب رؤية الصورة بأكبر الكاملة.
طيب أستاذ وديع، استمعت إلى ما طرحه دكتور إيدي. دكتور إيدي يتحدث عن أنه يجب النظر إلى الصورة بطريقة أوسع. يعني إذا ما كنا نتحدث عن يعني إحصائيات، لا يوجد أي وجه للمقارنة بين اعتداءات العرب وتلك اليهودية. فنادرة هي يعني الحالات التي يتعرض فيها يهود لعرب، بينما العرب منخرطون بأعداد متزايدة في عمليات ضد إسرائيل وضد إسرائيليين، ليس كذلك؟ مساء الخير لك ولضيفك ولكل المستمعين والمشاهدين والمشاهدات. لا أدري إذا كان ضيفك دكتور في أي موضوع كان، ولكن من الواضح أنه ناطق بلسان المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، يتحدث بعيدا عن لغة الجامعة واللغة الأكاديمية ولغة الدكتوراه، ويتحدث وكأنه ناطق بلسان الشرطة، حتى أنني أعرف بحكم عملي ناطقين يتحدثون باسم الجيش والشرطة والمؤسسة الأمنية أكثر نزاهة من هذا الحديث الذي أسمعه الآن، خاصة وأن الحديث واضح وضوح الشمس. نحن نتحدث عن إدانة شخص عربي أدين بإلقاء حجر مقابل ما رأيناه من اعتداءات تعتبر بمثابة جريمة كبرى في عملية اللينش في باتيان. لا يستطيع أحد أن يقول أن هناك يعني مساواة أمام القانون، ومنذ سنوات كثيرة حتى محكمة العدل العليا لم تعد كما كانت في الماضي، حتى أن هناك بعض من قضاة محكمة العدل العليا باتوا يتبنون الموقف الرسمي الإسرائيلي، وحتى يشرعون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة. ولذلك لست مستغرباً ولست مستعجبا أن أسمع مثل هذا الكلام. للأسف الشديد الكراهية وخطاب العنصرية بات جزء أساسي من التيار المركزي في إسرائيل. وأنا أريد أن أقول هنا لضيفك ولكل من يسمعنا، هذه العنصرية التي نحن بصددها الآن وهي مجرد عينات صغيرة، من شأنها أن تعود كيدا مرتدا بومرينج على الإسرائيليين أنفسهم، وهذا ما كان قد حذر منه الفيلسوف اليهودي الراحل ليبوفيتش قبل يعني عقود. لأن من مثل هذا النظام الذي يميز بين البشر وهم مواطنون أمام القانون الواحد، سيعني أن إسرائيل ستجد نفسها أمام وضع سيتميز فيه اليمين عن اليسار، وعن اليهودي الشرق عن اليهودي الغرب، وما لذلك هذا لعب بالنار. ونتوقع من كل في برأسه عقل وضمير أن لا يقبل مثل هذه الإزدواجية في المعايير، حتى وإن كانت صادرة عن محكمة وبالذات عن محكمة مركزية. نعم، يعني بالفعل دكتور إيدي نعلم بأنه في دولة ديمقراطية أهم أساس من أسس أي دولة ديمقراطية هو أن الجميع متساوون أمام القانون. كيف يمكن أن تكون الدولة ديمقراطية وبنفس الوقت أن تكيل بمكيالين بين العرب واليهود في نظامها القانوني؟ أنا أكرر ما قلت لك. أول شيء كلام ضيفك غير صحيح، ضيفك غير صحيح. هنا في إسرائيل ما في عنصرية وهو يعلم ذلك. العرب في إسرائيل، وعند كثير أصدقاء كما تعلمين من العرب من المسلمين كمان، مش بس مسلمين، كمان بدو، كمان دروز، عندهم جميع الحقوق، يشتغلون قضاة ويشتغلون في الجيش الإسرائيلي ويشتغلون قضاة وفي نواب، عندكم أكثر من 15 نائب عربي مسلم كمان درزي، وعندكم جواز سفر مثلي مثلك ذات الجواز. يعني تقول أنه في عنصرية، هذا كلام لابتزاز أموال الخليجيين. الخليجيين خلص استيقظوا ولم يعدوا يدفعوا، سكروا الحنفية مثل ما بيقولوا. هذا كلام الأجنبي يمكن بعد الألماني بيصدق، أما الغرب، لكن العرب بطلوا يصدقوا هذه الأكاذيب. هنا ما في عنصرية. المحكمة الإسرائيلية، أنا أقول لك صراحة، منحازة للفلسطينيين، منحازة للعرب. من جمعتين لقيتك تذكري واحد بدوي اغتصب فتاة إسرائيلية، عطيوه 5 سنين حبس فقط، 5 سنين سجن. طب ليش ما بتحكي عن هذه الحادثة؟ إذا كان يهودي كان أخذ أكثر من 15 سنة سجن. يعني تقولي تاخدي حكم واحد
وتقولين هذه هي والتعميم هذا غير صحيح، غير لائق للقناة عندكم، غير يعني غير مش غير غير مفيد، غير صحيح. كل عاقل في إسرائيل يعلم أن القضاء في إسرائيل منحاز للعرب، منحاز. وأنتم هلا بتعملوا حلقة أنه القناة المحكمة الإسرائيلية منحازة لصالح اليهود، ما في واحد عاقل سيصدق هذا الكلام. لكن منيح هذا، منيح هذا الحوار، منيح هذا، سيفيدنا في المستقبل. طب يعني أستاذ وديع، دكتور إيدي يقول بأنه القضاء في إسرائيل هو منحاز يعني للمواطن العربي، كيف ترد؟ أنا كنت أتوقع أن تكون كذبة الدكتور أقل يعني حجما من هذه الكذبة الكبيرة التي تلفظ بها الآن، حتى على الأقل يستطيع أن يصدقها بعض المهاويس وبعض ما في يعني من يتمتعون بأنصاف عقول ومن ربما يكونون جزء من يعني الجيل الذي لا يقرأ ولا يشاهد ولا يسمع ويتحدث عن أمور خيالية بالكامل. أعتقد أن هناك أوساط إسرائيلية كثيرة يثير الكثير من الابتسامات الساخرة. هناك أوساط إسرائيلية يا أستاذ يا دكتور تعود إلى تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي لتقرأ العبرية، إذا كنت تقرأ العبرية وإن كنت غير أمي وتستطيع أن تقرأ النصوص ما بين الكلمات وبين السطور بشكل مباشر. وترى أن هناك تقارير وانتقادات تأتي على لسان مراقب الدولي أو الموضوع. لو سمحت أستاذ ودي، يعني هذه وجهة نظر دكتور إيدي، يعني هذه وجهة نظر ولا يمكن القول بأنه يكذب. لو سمحت أنا دكتور، شو وجهة نظر؟ هذه شتائم، هذه مش نص النظر. يكون أنت من حاجة لطيف، أنت تبدي قدرا كبيرا من الأمية في الشؤون الإسرائيلية صديقي. أنت لا تقرأ النصوص العبرية، هناك تقارير لمراقب الدولة، هناك تقارير في الكنيسة الإسرائيلي تتحدث عن تمييز ضد الدروز الذين يخدمون في الجيش. تعال وانظر ما يجري في بلدة بيت جن. أنا أتحداك أن تزور بلدة بيت جن وترى بنفسك أن البنى التحتية الموجودة في بيت جن التي ثكلت 65 جنديا إسرائيليا في حروب إسرائيل لا تكون أكثر تطورا من مناطق أخرى. وهذا ما ركز عليه مراقب الدولة في تقارير متتالية ومتواترة. وهناك اعتراضات من قبل أوساط سياسية. يمكن أنا موافق مع موضوعك، يمكن أنا موافق، لكن هذا موضوع تاني. هل المحكمة في إسرائيل أنت تتحدث عن الدروز والبدو وتتحدث عن المسلمين والمسيحيين، دولة تعرف نفسها بأنها دولة قومية، دولة اليهود. هناك أوساط في إسرائيل من ضباط الجيش ومن كبار المسؤولين ممن خدموا إسرائيل على الأقل كما أنت خدمت وأكثر منك، يقولون أن هناك حاجة لتعديل قانون الدولة اليهودية لأنه ببساطة يعتبر اليهود هم المواطنين بالأساس والبقية هم ضيوف. وأنت تأتي اليوم تتحدث يعني كأنك تريد أن تقول أن اليهود هم ضحايا والعرب الفلسطينيون على طرفي الخط الأخضر هم المعتدون، وكأن دماء الفلسطينيين ملطخة بدماء اليهود وأيديك وأيدي اليهود تزدان بالحنة. هذا يا سيدي غير معقول وغير مقبول. تحدث بشكل موضوعي وبشكل نزيه. دكتور إيدي لو سمحت تفضل. القضاء الإسرائيلي ليس منحاز لصالح اليهود، يمكن في قوانين، يمكن في طرقات، يعني إذا بنعمل مقارنة بلدات يهودية أو عربية أنا موافق معك، ما عندي مشكلة، صحيح كلامك، لكن نحن نتكلم عن القضاء. هل القضاء منحاز لليهود؟ كلا وألف كلا ومليون كلا. هل لديك رقم عن عدد عن نسبة القضاء العرب في جهاز القضاء الإسرائيلي؟ هل لديك نسبة عن عدد المحاضرين العرب في الجامعات الإسرائيلية؟ ونحن نتحدث عن 20% من السكان هم من العرب. هل هناك 20% من القضاة في إسرائيل العرب؟ هل هناك 20% من المحاضرين في الجامعات من العرب؟ الذي فتح باب الاندماج والمساواة الحقيقية هي المستشفيات فقط، ليس من باب المساواة، إنما لأن الأطباء اليهود فضلوا الذهاب إلى موضوع آخر. الطلاب اليهود بدأوا يبحثون عن مهن في مجال الهايتك، وبالتالي هذا الفراغ الشاغر
دخل إليه الطلاب العرب وباتوا يشغلون المناصب في داخل المستشفيات، ولكن في كافة مرافق الدولة، اذهب إلى الوزارات، اذهب إلى الدوائر، إلى المؤسسات الحاكمة، تجد أن هناك بنك إسرائيل يا سيدي لا يوجد موظف عربي من بين 1200 موظف يهودي. هل يعقل أن المجتمع العربي لا يوجد فيه شخص يفهم بالاقتصاد ويفهم بالشؤون المالية؟ هل يقبل ذلك عقل؟ هل تستطيع أن مدير بنك لأمي هو عربي؟ شو عم تقول لي؟ شو لا يمكن في عندك يمكن رئيس صحيح جزئي كلامك. رئيس مجلس بنك لأمي هو عربي؟ طيب لا، هذا غير صحيح. أنت تتحدث عن رئيس، أنت رئيس سليم حاج يحيى رئيس مجلس إدارة البنك وليس المدير التنفيذي، وأنت تختار حالة واحدة ومنها تشتق نظرية كاملة، وهذا نوع من التضليل والكذب. هناك أنت حكيت اعترافات. طيب، ولكن دكتور إيدي يعني هذا النوع من الأحكام ومن هذه القضايا، يعني ألا تعتقد أنه يعمق مشكلة الولاء وعلاقة المواطنين العرب بالدولة؟ لا، ليش قبل هذه الحوادث، يعني هذا الشخص كان يقول لك إسرائيل دولتي، عنده علم إسرائيل، يعني لحتى أعرف. يمكن إذا مزبوط صحيح كلامك، لكن الكثير من أنا بشوف الأعضاء الكنيست هل بياخذوا راتبهم من الكنيست، بيقول لك أنا فلسطيني، أحمد الطيبي، أيمن العودة، وعلى فكرة إيش بدك أقول لك أنا باكستاني؟ يعني أنا بدي أقول لك أنا باكستاني، أنا ولدت هون، أنت الله بيعلم وين ولدت ومن وين أجيت. أنا بلاش أرجع معك لهذا النقاش العقيم. أنا فلسطيني ومواطن في إسرائيل. شو المشكلة معك؟ عفوا، هل ولاءك لدولة إسرائيل؟ أنا أريد أن أذكرك بأن هناك كبار مسؤولين في إسرائيل أمثال يهود براك ممن قالوا أن الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل من أكثر الأقليات هدوءا في العالم، لم يستخدم الأغلبية الساحقة من المواطنين العرب إلا القانون في سبيل تحسين شروط معيشتهم والسعي من أجل مواطنة كاملة ومتكاملة. هذا ليست ممنة وليست مكرمة منك يا أستاذ. المواطنون العرب أصحاب حقهم أصليون وهم أبناء هذا الوطن. هؤلاء النواب هل موجودين في كنيسة إسرائيل ويقصدون الولاء؟ لازم تقول لهم شكرا، لازم تقول له للطيبي وأيمن عودي ومنصور عباس إن قابلين يكونوا بالكنيسة، قول لهم شكرا. أنت مشكلتكم هؤلاء الأعضاء الكنيسة الذين يحرضوكم ضد الدولة وهن بيضحكوا على ذكوركم، بس في يعني جزء من العرب فهم اللعبة، جزء كبير فهم. طيب كيف نعرف نفسنا؟ أعطينا اكرم علينا يا أخي، كنا شو نقول عن نفسنا؟ إحنا باكستانيين أفغان. طيب ولكن أستاذ وديع، إذا ما عدنا إلى الأحداث التي وقعت، يعني اعتداء باتيام كان واحد من اعتداءات قليلة يمكن القول أنها طالت العرب، بينما المدن العربية والبلدات المختلطة شهدت اعتداءات مستمرة بحق اليهود. لم يكن هناك اعتداءات مستمرة، وأصلا المفاضلة والمقارنة بين هذا الاعتداء وذاك الاعتداء أمر مرفوض. كل اعتداء هو بمثابة اعتداء، وكان هناك اعتداءات عربية على يهود، وأنا أقيم في كفر كنا حيث تعرض مواطن يهودي للضرب والاعتداء، وقامت مجموعات من أهالي البلد بحمايته، وكانت بعض البلدات العربية الأخرى قد شهدت اعتداءات على يهود، هذا صحيح. ولكن بين هذا وبين التعميم والقول أن المجتمع العربي مجتمع متساوي وأنه أو أن يشارك كله في عملية الاعتداء أو أن استنتاجات جارفة بهذا الاتجاه وذاك، هذا غلط، هذا نوع من التضليل، هذا نوع من الكذب. نحن نقول كل اعتداء غير صحيح، وكل اعتداء وكل معتدي ينبغي أن يحاكم ويقاضى أمام القانون بشكل متساوي. هذا هي نقطة الخلاف، لا يكون إرقاء الحجر هنا بمثابة جناية بسيطة وهناك تصبح جريمة حرب وبالتالي يتم فرض أحكام عليه. ينبغي على الدولة الديمقراطية أن تكون المواطنة لكل المتواطنين فيها بغض النظر عن اللون والجنس والعرق، مواطنة متساوية، هذا ما نقوله. أما محاولة التضليل ومحاولة العودة إلى البروفوغندا القديمة على الطريقة السوفيتية كما يقول الدكتور لديك الضيف، فهذا أمر مضحك، يعني لم يعد هناك متسع ومكان لنقول ذلك.
من غير المعقول أن نتحدث ونقول أن اليهود هم ضحايا ما يجري في إسرائيل. انظري ما حدث اليوم، ما كشفت عنه الإذاعة الإسرائيلية، ما كان في اللغة العبرية كان، ليست قناة الجزيرة، عن وجود مجموعة من الجنود ممن ضربت واعتدت ونكلت بمدنيين فلسطينيين لم يفعلوا أي شيء ضد القانون ولا ضد الجيش ولا ضد الاحتلال. هذا ما نشر اليوم تحقيق في راديو كان، ولذلك ينبغي توجيه الانتقادات بشكل موضعي ونزيه وبشكل متساوي دون استنتاجات جارفة وكأن هذا يعني ضحية وهذا معتدي. هذا أمر غير معقول. نعم، يعني أستاذ دكتور إيدي، بالفعل يجب توجيه الانتقادات كما يقول أستاذ وديع إلى كافة الجهات بطريقة متساوية. أنا أول شيء أنا مع هذه الجزئية أنا متوافق مع ضيفك، ممنوع اعتداء على أي شخص، على يهودي، عربي، مسيحي، درزي، شو بدك، ممنوع. وكل من يعتدي يجب أن يكون عن جد القانون يجب أن ينال أشد العقوبات، يهودي، مسلم، مسيحي، مش مهم. هذا أولا ليعلم الجميع. ثانيا أنا أكرر، في القضاة يحكمون، يعني مش بس بيقولوا رمى حجر وهذا أخذ 10 سنين ورمى حجر شهرين. هناك أشياء ليست سطحية. ما هي الدوافع؟ لماذا؟ ما هي الأضرار؟ يعني نحن لا يمكننا في التلفزيون نناقش ونجزم بأن المحكمة منحازة لليهود، وهذا ما يحاول ضيفك أن يقول. هذا غير صحيح بالكامل، غير صحيح. أنا بدي أنصحك يا صديقي، بدي أنصحك، طالما إذا أنت فعلا مستعد لأن تبحث عن الحقيقة وأنت دكتور وربما تكون محاضر في الجامعة، أنا أعود لأقول لك بعدما ننتهي من هذا البرنامج، عد إلى الإنترنت العم جوجل، لا يكذب، هناك دراسة باللغة العبرية لجامعة حيفا صدرت. شفت واحد من المعتدين اليهود ويتكلمون عن إنزال 14 سنة وبعدتها للمحرر عندكم 14 سنة. ولكن حتى الآن دكتور إيدي لم يتم، يعني لم تتم المصادقة على هذا ولم يتم إدانة هذا الشخص حتى الآن. بس عم يتكلمون عن 14، لا يتكلمون عن 10 ولا عن 9، يعني أكثر. يعني هناك حديث عن لينش واعتداء كاد أن ينتهي بجريمة قتل. هناك فرق، وأنت تحدثت في بداية البرنامج عن الاختلافات في الظروف والملابسات، وأنا أعود وأقول لك ابحث عن جوجل دراسة باللغة العبرية، انتبه، صادر عن جامعة حيفا وليس عن جامعة بيروت، تتحدث عن التمييز ضد العرب داخل جهاز القضاء الإسرائيلي بالتفاصيل والمعلومات والمعطيات من حيث الإدانات ومن حيث تقديم لوائح الاتهام وما إلى ذلك. عد بعد البرنامج وافحص ذلك بنفسك لتتأكد. أما الحديث الجارف عن إنه إسرائيل ما شاء الله يخزن عين عنها، ريشي على رأسها وكل شيء على ما يرام، هذا الحديث حتى هناك الكثير من الأوساط اليهودية لا تقبل بهذا الكلام. الدولة بحاجة للكثير من التصليح والإصلاح لصالح العرب ولصالح اليهود. في هناك أمور أيضا توجه ضد المثليين اليهود، وهناك أمور غير إيجابية توجه ضد الشرقيين اليهود، وهناك تمييز. هل تستطيع أن تقول لي لماذا حتى الآن لا يوجد يهودي شرقي في رئاسة حكومة إسرائيل منذ 74 عاما؟ هذا غير صحيح. ليس هناك تمييز ولا ضد المثليين ولا ضد اليهود الشرقيين. لماذا لا يوجد رئيس حكومة إسرائيلي يهودي شرقي من 48 لليوم؟ شو خاص؟ لم يتم انتخابه، هذا الشعب يقرر وليس شخص واحد او حزب. لكن دكتور إيدي، نحن نعلم بان هناك يعني داخليا في الداخل الاسرائيلي هناك تفرقه، وحتى ان المنظومه الامنيه في اسرائيل تحذر من تعميق هذه التفرقه بين مكونات المجتمع الاسرائيلي وخاصه بين اليهود الشرقيين والغربيين. لا هذا كلام سنة الستينات، أنا ما سمعت شيء عن هذا في الآونة الأخيرة. هذا كلام قبل أشهر كانت هناك تصريحات دكتور إيدي للمنظمة الأمنية الإسرائيلية. تفضل. أنا شخصيا أنا يهودي شرقي
ولا مره شفت يعني تعاملوا معي بالعنصريه. من تعدم المثليين مثل ما جرى في الخليل، هم فلسطينيون اعدموا الشخص احمد ابو مريخه وقطعوا له راس باسلوب داعش منذ اكثر من اسبوعين ثلاثه. السلطه الفلسطينيه هنيك عندهم تمييز، رموا الحجاره ضد على الكنيسه. هل نسيت ان احد المتدينين اليهود كان قد فتح بالنار وقتلوا المثليين؟ هاي السلطه الفلسطينيه. هل انت بتفتخر بتقول ان انت فلسطيني؟ قبل خمس سنوات فقط انقضى شاب يهودي متزمت حريدي على مسيرة المثليين وقتل فتاة داخل المظاهرة. للأسف أستاذ وديع لم يتبقى لي الوقت. أستاذ وديع عواودي المحلل السياسي حدثتني من مدينة الناصر، شكرا جزيلا لك. ومن تل أبيب دكتور إيدي كوهن الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وبهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه المناظرة، أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.